كبير قوي. هذا النجاح المستمر الذي يؤدي إلى أنه تقعد مع مسلسل لمدة 14 سنة، ده طبعا نجاح، أنك تشوف منه 8 أجزاء وفي الثمان أجزاء دايما تلاقي الناس مقبلة على المشاهدة وما إلى ذلك، برضو ده مهم جدا. بس أنا مهم عندي جدا نعرف الصعيدي بقى اللي بيتكلموا بيه في الكبير قوي، يعني أحمد مكي بيتكلم صعيدي بأنهي لهجة؟ وخد بالك الصعيد مليان لهجات، يعني لا تتصور ابدا ان كل الصعايده بيتكلموا زي بعض، مفيش حاجه اسمها كده، هي لهجات. خلونا ناخد معانا الاستاذ حسن قناوي وهو مصحح لهجات وهو مصحح اللهجه في الكبير قوي. اهلا 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 يا استاذ حسن. يا مرحبا يا استاذ يوسف، يا مرحبا بحضرتك والله. يا استاذ حسن وكل عام وانت بخير ورمضان كريم عليك وعلى كل حبايبك. الله يبارك فيك يا استاذ يوسف، والله كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا استاذ حسن. قول يا استاذ حسن، هو احنا عندنا في الصعيد كام لهجه؟ طيب هو بالنسبه للصعيد طبعا انت عارف الصعيد يعني بيمتد على مسافه بعيده وكده، بس هي الفكره يا استاذ يوسف مش فكره كام لهجه، ما تقدرش تعد لهجه ماشي. ولكن كل محافظه بيبقى ليها سمت او طابع خاص ليها. صح. يعني مثلا في سوهاج مثلا يقولوا دلجيت، احنا في جينا نقولوا دلوك. ناس تاني تقول دلوكيت، حاجات بسيطة تبقى لمسة بس كده، يعني احنا نقوله هنا في سوهاج يقولوا هانا، واخد بالك؟ هي لمسات بسيطة، بس لما واحد يروح من جنة يروح سوهاج مش هيبقى فيه اختلاف كبير جدا درجة ان هو يبقى لهجة تانية او لغة تانية، لا ده هي بتبقى بس بعض المفردات الخاصة، مش بكل محافظة كمان، خاصة مش بكل كمان مركز، ده كل قرية يمكن ليها مفردة او مفردتين او قلقلة، بعض الكلمات تقلقلها بعض، بدل تقول كبريته كبريته مش عارف ايه، حاجات بسيطه كده يا ريس، هي دي اللي تفرق فين في اللهجه. ولكن الاطار العام كله واحد، يعني ما فيش صعيدي يقول لك جنيه مثلا، لازم يعطش الجيم، لازم يعطش طبعا، لازم يعطش الجيم. ما فيش حد يقول لك مثلا ايه ضربوا قلم، لا يقول ضربوا قلم قلم. يبقى في اساسيات 90% او اكثر، ومش كل الصعيد بيقلب الجيم دال، لا ده دي بعض دي حاجات دي مش القاعده، دي دي يعني زي ما تقول هي بعض اللغات، دي لغه عربيه فصحى، وبعض القبائل اللي جاتنا اثناء الفتح الاسلامي الهوارة هي اللي بتقلب الجيم دال، ودي لغه عربيه فصيحه اللي تقلب الجيم دال، وهم دول بعض القبائل دول متركزين مثلا في بعض المناطق بسيطه جدا عندنا، زي مثلا زي مثلا جرجه او زي بعض القرى مثلا في اسيوط، انما دي مش القاعده عندنا، القاعده عندنا اللي هو الجيم جيم معطشه اللي هي الجيم القرشيه بيسموها. ايوه. طب قول لي بقى الكبير قوي بيتكلم انهي لهجه بقى؟ الكبير قوي بالنسبه للهجته مش انا اللي حطيت اللهجه، اللي حط اللهجه الاستاذ احمد مكي والاستاذ يعني الاخراج وبتاع، ليه؟ لان انا لما جيت انا راجل اسمي حسن القناوي من جن. ايوه. واخد بال حضرتك؟ على راي واحد لما يقول لي اسمك ايه؟ قلت له حسن القناوي، قال لي من اسيوط. واخد بالك انت؟ المهم ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ حسن القناوي بقول لك واحد لما يقول لي اسمي حسن القناوي قال لي من اسيوط، قلت له لا من سوهاج. مثلا. المهم لما جينا نتكلموا في اللهجه، فانا طبعا هجيب لهجه يعني لهجه جنة، لهجه بلدي اللي انا تربيت عليها مع مين؟ مع عم رائد الدراما الصعيديه الاستاذ محمد صفاء عامر، عمي طبعا رحمه الله عليه، الله يرحمه يا رب. الله لما اشتغلت معاه لقينا لهجه جنة. ليه لهجه جنة؟ لهجه جنة لانها اللهجه الاكثر فهما لكل الناس ولكل الصعيد، يعني غير مغرقه وغير غير ايه يعني لا بتاعت في السهوله، هي لهجة وسط، لهجة جنة الوسطية اللي هي تقدر توصل بها رسالة درامية وتبقى كل الناس فاهمها. فإحنا ثبتها عم صفاء رحمة الله عليه، ثبتها لهجة جنة اللي انت تعمل مسلسل صعيدي يبقى هو لهجة جنة الأساسية، كل الناس هتفهمها وكل الناس متقبلها. لأنا هروح لمؤاخذة معلش في لهجة مثلا الناس القريبين من القاهرة زي بني سويف وكده، لهجتهم إلى حد ما تميل إلى القاهرة، مش هقدر اعمل يعني لو انا عملته بني سويف انت مش هتقول ده صعايده، هتقول قريبين من القاهره، بني سويف هتلاقيه قريب شويه من بحري. الله ينور عليك. فهو الحل ايه؟ الحل بقيت لهجه كده. فلما جينا عملنا اللهجه لهجه جنيه، الاستاذ مكي اداني اطار عام امشي فيه من 15 سنه من 2010. ايه هو؟ قال لي انا عايز اللهجه المغرقه في المحليه عشان يبقى في تضاد ما بين الكبير قوي وبين جوني، عشان جوني يستغرب اللهجه لانه جاي من امريكا، واخد بالك انت؟ فبقينا نعمل ايه؟ مش هقول لهجتي انا كحسن القناوي الراجل يعني خريج حقوق وكذا، لا، بجيب لهجه ابويا، لهجه جدي، ولهجه جدي اللي كنت اسمعه وانا صغير. الله. يعني بدل ما يقول مثلا الكلام دي انتهى، يقول جزره وقطمها جاح. واخد بالك؟ فدي مفردات اللي اوحى لي بهذه الفكره وبهذا الاطار وهذا النسق، الاستاذ مكي والمسلسل نفسه عايز كده. دي حاجه، الحاجه الثانيه كمان في حته مهمه جدا، مثلا الاستاذ الجندي عامل زي هويس كوميدي، بيدي اجتهادات لكل الناس،
وهو قاعد على الهويس كده جايب شبكه وما يصطاد كل الافتات وكل الحاجات الحلوه يصطادها. اصطاد عن طريق انتخاب الحاجه اللي انت بتقولها، بتجيب ضحك مع الناس ولا لا؟ الناس دي اللي بقول لك عليها هي اللي قاعده اما تحضر المشهد، زي الممثلين و وكلنا قاعدين متلمين كده ونضحك، ولو احنا ما ضحكناش الجمهور مش هيضحك. صح. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو ما فيش يعني ما يحجمكش، يعني يقول لي قول يا عم جناوي، طب ما فيش حاجه عندكم كذا كذا، طب ما فيش مثل قديم، طب ما فيش لو مؤاخذه حكيوه، طب ما فيش اسم غريب من اسامي الناس اللي بتسموها عندكم، طب ما فيش مثلا عاده من العادات اللي بتعملوها، طب ما فيش وقت لما تاكلوها اسمها ايه. هو بينخور معاي، هو استاذ مكي، انت فاهمني ولا فاهمني؟ ايوه فاهمه معاك. فمش انا اللي لا، ده انا عباره عن انا قماشه وهم بيفصلوا فيها زي ما هم عاوزين، وده إطار من اطار الكبير جدا. طب انا لما اشتغل في مسلسلات كتير اشتغلت، انا لي فوق ال 25 سنه في المسلسلات. بس هنا الناس اللي بتشتغل معاها، التيم اللي بتشتغل معاه ده هو عاوز كده بيعمل كده، عشان كده بيطلع النجاح ده. صحيح. بيطلع النجاح لما تيجي يا استاذ يوسف، لما يجي واحد زي احمد مكي ده يحب يمثل اللي قدامه يكون احسن منه. انا مش اشتغلت مع ناس كتير ما شفتهاش، مثلا يجي مثلا الممثلين نفسهم يخدموا على بعض، يعني يجي مثلا نفادي يجيب حاجه للعتري، ويجي العتري يروح جايب واحد لحاجه ثانيه مثلا لبازي، يجي مش عارف مين، وهم هو مش دوره مش موضوعه، لا ده بيجي بيقول لزميله عشان زميله يعلي، عشان هو يعلي، عشان المسلسل كله في الاخر يعلي، حتى على مستوى اللهجي. انا بالنسبه لي ببقى قاعد بقول لك ايه، يعني استاذ مكي يقول لي مثلا يا عم جناوي سيرش جوجل صعيدي، عايزين مثلا مش عارف ايه، اقعد افكر انا امي كانت تقول ايه وجدتي كانت تقول ايه ومش عارف ايه، ونطلع الحاجات دي عشان نقدر ايه المسلسل يطلع بالصوره اللي انت شفتها دي. طب ده شيء رائع، يعني كمان حديثك على مكي وعلى جندي حديث اكتر من رائع. مكي فعلا شخص مخلص جدا 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 لفنه، وعلشان كده طالع منه اللي انت بتقوله، هو عاوز اللي قدامه اقوى منه كمان. وجندي في النهايه ابن ابوه زي ما بيتقال، الله يرحمه استاذ محمود، يعني والله مبدع، ابن مبدع بصراحه. يعني كمان حته الكوميديا اللي هو بيتخصص فيها الاستاذ الجندي، ليه؟ لا جندي دمه خفيف. هو عنده 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 مش كوميديا وبس، لا ده عنده كوميديا ممزوجه بدراما، ممزوجه بابعاد شخصيات معينه، لكل شخصيه هو رسمها في دماغه. يعني هو قاعد كده احنا ممكن نشرده منه كده شويه، يقول لك لا عشان الشخصيه ما تروحش مني كده. ده راجل لمؤاخذه قائد سفينه الكوميديا معانا بامانه. انا مش بقول كده عشان والله انا عشره عمري طبعا استاذ احمد، بس ده حقه فعلا. ليه؟ لانه هو زي ترس الامان ليني، زي ترس الامان. وبعدين لينا نظرات، هو الاستاذ مكي كده يبص لبعض بالنظره كده نفهمه انه الحاجه دي هتاكل مع الناس ولا لا، وان ما كانتش نشيلوها نجيبوا غيري. طب اقول لك حاجه، احنا ممكن نقعدوا ثلاث ساعات نقعد ونظبطه في مشهد ويتصور في نص ساعه، ايه رايك؟ لا جندي مذهل، يعني انا جربت مره واحده بس اشتغلت مع جندي مشهد واحد بس. أيوة. كنت انا ودنيا سمير غانم وبعدين طبعا. كنا في نيلي وشيريها، وبعدين انا قلت له انا ما بعرفش احفظ حاجه. قال لي لا مفيش مشكله خالص، انت بس شوف كده المشهد واعمل اللي انت عايزه بطريقتك، احنا عايزينك يوسف، انت مش هتمثل يعني بالظبط. فطلعت نفسي انا زي ما انا بغلاستي، يعني زي ما انا تمام. لا يا استاذ يوسف ده كلام بالبايسبس، يعني هو زي ما هو لكل الناس والله بامانه. هلا اوله والله يا حبيبي، حبيبي الله حبيبي عم حسن، حبيبي تسلم يا استاذ، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك وعلى كل جنى وعلى كل ابل يا رب، وربنا يا رب يعيده علينا بالخير ومن تألق الى تألق دايما.